معنا على المباشر مباشرة في التلفزيون لقناة الشروق. بدون إطالة نروحوا نرحبوا بلي سبونسور تاع البرنامج سوسيمي اللي حاضر دائما معنا والفتوه كممول رسمي للبرنامج اللي حاضر بتشكيلة من المنتوجات الكسكس وتاني مجموعة تاع ليبات الفارينة إلى غير ذلك من منتوجات السوسيمي. معنا كذلك شوكولا لو باتيسي، الشوكولا اللي خلاص تعرفوها كامل يستعملوها لي شاف في الحلويات، هي العديد من الأذواق متواجدة في الأسواق الجزائرية. منتوج جزائري آخر لابيل، ما يقولوا في السلوغون لابيل اسمها يكفي، يعني نعرفوها ولفناها ملي كنا صغار، حاضرة نعرفوها بمنتوجات كثيرة. هي حاضرة معنا على كونتوار ألو شاف، حاضرة بأرز بسمتي كراعي رسمي للبرنامج. مارغارين اللي ولفتوها تاني استعملوها بزاف في ألو شيف هي مارغارين ماني، المنتوج الجزائري اللي غني عن التعريف. مارغارين ماني اللي حاضره بمنتوجي المارغارين واسمن ايضا كراعي رسمي للبرنامج. منتوج اخر الحاره اللي حاضر بتشكيله من منتوجاته كطماطم المصبره راكم تشوفوا فيها، كاين لي شامبينيون ايضا المايس، هادو هما منتوجات الحاره اللي حاضرين معنا كممول رسمي للبرنامج. 0 23 70 92 94 هو رقم الهاتفي اللي تقدروا تتصلوا بنا من خلاله. اليوم ثلاثة على غير العادة، اليوم 2003 تلاقاو بشاف نادية اللي نوجه لها تحية. اليوم راهي غايبة معنا، راهي حاضرة معنا شاف بشرى. بخير واش راكي عزيزه؟ عايدك يسلمك يعطيك الصحه ما شاء الله. واش راكي صباك بخير؟ الحمد لله والله صباح الحمد لله. الحمد لله اليوم هذا السمانه راح نطلع عليهم في الخطرات. الله يبارك يسلمك. مساء الخير احلى جمهور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا فينا. جيتكم اليوم بعد جديد ونهار اليوم خصصتوا الحلويات بما انه درتوا بزاف طلب عليهم، وكما على بالنا بهذا الاسبوع ان شاء الله حيكونوا نتائج تعليم متوسط، ان شاء الله ربي يوفق كامل وليداتكم. والريزلتا نورمالمون راح تكون نهار الخميس. جوستومون كنت نقرا من قبيله وزي قلتي لي جي غير جيتي، قالت لي الاستاذه اللي تقريني، قالت لي فوالا شفت كنت شفت الاعلان عندي، يعني استاذه يعني مصدر رسمي نورمالمون ان شاء الله. يوم الخميس ان شاء الله راح تكون الريزلتا. معليش زغرتونا نهار الخميس نسمعوا فوالا. احنا واش نديروا اسي، احنا دائما كيقربوا هكا لي ريزلتا نديروهم الفعل. اها الوغ على بالي بلي بزاف منكم راكم حابين هكا ديروا حلويات يعني بالطبع يكونوا يعني بمكونات صغار ويكونوا يعني في الدار، ماشي اللي تشريها تجيك شويه غاليه وكامل. بزاف دوموندو منا، وثاني لي سوتونس اسي هذا السمانه راهم الله يبارك ديجا يعني هاد الايامات انا شدوا لي كوموند هذوما تاع لي سوتونس وكامل. يسمى ماذا بينا نعطوهم فكره الحلويات تقدروا ديرهم في سوتونس تاعكم ولا في حفلات النجاح. بالنسبه للحلويات تاع اليوم خيرت لكم حلوه الكيكات، شوفوا كنت درتها لكم ديجا من قبل مي نتوما طلبتوها بليزيوغ فوا. هاد الخطره راني بدلت فيها، يعني توجور لا غوسيت قلنا نحسنوا فيها، ماشي معناتها لي غوسيت الاولى ماشي صحاح، صحاح وتقدروا تعتمدوهم. بالنسبه لي تحب الحلوى بالمارغرين وحدها ديرها بالمارغرين، تحبها بالزبده. اليوم جبت لكم طريقه جديده بالسمن والزبده او ميم طون، على بالنا بلي الطريقه القديمه نديرو ثكيلات فرينه بكيله تاع سمن، هاد الخطره راح نديرو ميلونج اونتر مارغرين وسمن، وتبعوها ان شاء الله وتلقاو الريزلتا شابه. وبالنسبه للوصفه الثانيه عندنا وصفه تاع الثومه بالنسبه لافارس تاعنا، وعندنا ثاني لاباد داموند اللي كامل يحوسوا على الاسرار تاعها. هذه هي كما قالت بشرى، المواسم يعني تاع الافراح بدا، الموسم تاع الافراح بدا، ما عندناش بزاف، عندنا واحد اربع ايام ولا خمس ايام اللي دخلنا فصل الصيف رسميا، فاللي كي نقولوا الصيف نقولوا العرس الافراح العرس وكلش، وعباك دوكا العرس ما ولاوش غير في الصيف. صح ولاو مام في الشتاء بيان سور اسيا جو بونس كو ولاو بزاف يديروا العرس هكا في المناسبات هذوما من سبتمبر وروحي جو كي تبرد شويه الحاله باش يديروا. كاين ناس بزاف تخاف الكاطو يدور لها ولا يسمى تيفيتي، مي يقعد الصيف موسم المناسبات، يعني تلقاي تخاي في هذاك هذاك هو تحضري كاش عرس ولا تحضري الطهاره ولا يعني حفل الناجح فرح حفلات تاع النجاح، يعني الله يبارك بكري ما كانوش بزاف يديروا، بصح دوكا ولاو يقيموا الشغل ولاو يقيموها بوكو بليس، ولاو سيزيام يديروا ولا سانكيام بو ام باك، ولاو بزاف يحتفلوا بهم ومليحه باش نشجعوا وليداتنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوهم يحصل سيزيام بازال هذا طريق طويله. لا غير الطريق طويله بصح الدنيا راهي تجري دوكا من بعيد تلقايهم ما يجوزوا في الباك و صح صح تمتم ان شاء الله يا ربي. نروح نشوفوا اكيد راح نشوفوا الوصفات الثانيه على على الشاشه، كاين وصفات مكتوبين نروح نشوفوا يعني ما خلوهاش تسنى نشوفوا اول اتصال ونعاودوا نرجعوا لك بشرى. الو الو
الو، مساء الخير. مساء الانوار، شراكي لاباس؟ الحمد لله، وانتي لاباس بخير؟ الحمد لله. اسي نحبك بزاف. يا عمري تعيشي حبيبتي، ربي يحفظك. نمتي بشرى. بشرى حبيبتي مساء الخير. مساء النور، شراكي لاباس؟ صافا الحمد لله، سوال عليك وشراكي؟ لاباس. جملتكم كامل بخير؟ الحمد لله. انتم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا؟ من وين تتصلي بينا؟ من ولايه ميلا. شكون؟ سلسابيل من ولايه ميلا. سلسابيل، مرحبا بك ومرحبا بناس ميلا. عيشك. قولي لي سلسابيل، انت يا تقراي تخدمي، شحال في عمرك؟ نقرا، عمري 12. بالي صغيره. نعم، عمري 12 سنه. الله يبارك. صافي 12 سنه جوزتي؟ مازال كيف سيان؟ وي نفسيان. قريب البيع ان شاء الله، العام الجاي. العام اللي وراه ان شاء الله. العام اللي وراه ان شاء الله، يا ربي ربي ينجحك ان شاء الله. اسي حابه نهدي تهاني. تفضلي. نشكر ماما وبابا ونحبهم بزاف، ونحب خويا، ونحب جميع لافامي، ونحبكم بزاف، ونشكر طاقم الشروق. الله يسلمك، يعطيك الصحة، شكرا، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ان شاء الله، مزيدا من التألق والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك حبيبتي، تعيشي. سلمي لي على سمية وشاف نادية وكريمة. يبلغ يبلغ، تحياتنا لهم. شكرا. نعاودو نرجعو لك مالا بشرى مع الكيكات، حتبداي ولا؟ فوالا حنبداو بالكيكات. هنايا اسيا بالنسبة لاباتانا واش فيها كامل؟ عندنا هنايا انا حنخدم لكم كمية 500 غرام، كمية تاع رطل. بالنسبة للناس تحب دير دي كونتيتي كبار، دوكا نقول لكم رطل شحال يدير لنا باش نتوما تعرفوا شحال دوبلي ولا كونتيتي باش تلحقوا يعني الكمية راكو حابينها. عندنا هنايا 500 غرام تاع فارينة، انا كنت استعملت هنايا لافارين سوسيمي. قلت لكم هنايا في الحلويات من الأحسن تركزوا، ولازم يعني المكونات تاعكم يكونوا ذات جوده عاليه باش الحلوى تاعكم تنجح لكم، على عكس الخبز ولا ما عندكم حاجه يعني فارينه، اي فارينه تقدروا تخدموا بها. مي لي كاتو لازم يعني الفلافارين تاعكم تكون نوعيه مليحه. درت هنايا قسم غرفه تاع سكر كلاس، مغرفه صغيره تاع لافاني. تقدروا ديروا هذيك القرصه تاع الملح اللي ما استغناوش عليها في الحلويات. عندي هنايا الكميه تاع الادام تاعي، قلت لكم هنايا حنبدل شويه وفندير بلا مارغرين وحدها كما الوصفه القديمه اللي تعودنا كامل عليها بالسمن برك. انا هنا يعني رايح ندير ان ميلونج اونتر سمن ومارغرين في 500 غرام، يعني في رطل تاع فارينه ندير حوالي 125 غرام تاع سمن و125 غرام تاع مارغرين ماني، يكونوا بدرجه حراره مطبخ. يعني هنا ماشي نذوبهم ومن بعد نجي نخدم بهم. علاش نخدم بهم هكذايا بدرجه حراره مطبخ؟ باش الحبه تاعنا تاع الحلوه تقعد لنا طريه لاطول مده. جينيرالمون كي نذوبوا السمن تاعنا ونخدموا به لاباط تاعنا، واش يصرى؟ لاباط تاعكم كي تطول شويه ولا زعما كي تخدموا بها تعاود تولي جوغ تولي ما تكونش اون بات ليس. من احسن تخلوها هكذا دوكا سخانه، تقدري تخلي غير في بلاكار ولا السمن تاعك يولي هكذا طري بومات. هنا دوك ندير 125 غرام تاع السمن، ماشي دايب يعني هنايا فوالا هكذا، ونزيد 125 غرام تاع مارغرين. وهنا الفارينه 500 غرام، يعني 500 غرام النص تاع اللي النص تاعها سنتيه من نص. اشياء يتعلم. شتي انا نحط راسي في الكاطو. الكاطو. هنا اليوم درتي بشرى تام تاع سوتنونس، بصح من بعد كاين بليزيوغ تام، هو كاين كل ديكور كل واحد. بيان سور سوتنونس يعني اي نجاح باكالوريا ولا بو ام ولا ميم سانكيام اني يقدروا يديروهم هذا الشكل. بغيت نعطيهم هكذا حاجه ولا سامبل كيما دوك تاع بكري، ديري غير الكعكات طليه وعقاشه ولا عقاشه شحال شاب ولا غير جهيلين خير البنه تاع زمان. صح دوكا بزاف ولا يحبوا تقول لك ديريهم لي سامبل، ما ديريش دوك لي فلور وكامل باسكو يعني تقعد ما تكلش. فوالا ما كي تشوفيهم شابين راح يزيدوا. ايه يزيدوا شابين، مي كي حاجه كيما تتكلش تقولي علاش ما كاين اللي تقول لك ما كره باسكو علاش هي مام زعما كي تشريها عليك بهذاك لي فلور كامل تكون غاليه، على كي تخدميها هاسع ديكور يزيد. فوالا هنا دوكا اسيا بعد ما درنا 500 غرام تاع فارينه، مغرفه تاع سكر كلاص. سكر كلاص هنا يعطينا ما تجيناش لاباط تاعنا سامطه بزاف، وتعطينا الحموريه لاباط تاعنا، شو تعطينا واحد كيفاش نقولوا واحد لاكروت لاباط تاعنا، شو تجي طريه او ميم طون كروستيونت. عندنا هنايا حوالي 125 غرام تاع سمن درناها، 125 غرام تاع مارغرين، قلنا شويه تاع لافاني وقرصه تاع الملح. دوك هنايا نبسس كاع هاد المكونات كيف كيف ونزيد لهم الماء زهر. بالنسبه للماء زهر هنايا في هاد المرحله قلنا هنا كي درنا حنديروا لي دام تاعنا ونخلطوا كلش كيف كيف، من الاحسن الماء زهر تاعكم ما يكونش بارد من الفريجيدار. علاش؟ وكان يكون بارد راح يدير لنا هذوك
لي غرومون هذوك في لاباط تاعنا، لاباط تاعنا ما تجيش ليس، من الاحسن تخلو يعني ثاني على برا ما يصار والو، واحد 4 سوايع 5 سوايع قبل ما تخدموا به، وخدموا به ديراكتومون سينو لو كنتو في كانت بلاصه بارده ولا دفيوه وخدموا به المزار تاعكم. انا هنايا دوكا نبدا نبسس في لاباط تاعي، بهذا الشكل هنا لازم كامل الفاينة تاعي يعني تدخل في هذه الكمية تاع ليدان. يكون جبت جفنة خير. اه شتي نجيب لك جفنة؟ اه نورمال كونتيتي صغيرة، كونتيتي صغيرة ابوبخي كونتيتي هذه تاع 500 شحال تخرج لك بشرى؟ شوفي اسيا دوك حنايا بالميزان يعني كل واحد والمول تاعو، دوك نوي لهم مول تاعي شحال حنوزن فيه ومن بعد ابوبخي نعطيهم شحال كومام ديرنا ديرنا واحد 25 حبة 500 غرام ديرنا 525 حبة. هذه راهي كعكات ماشي سماك شويه كبيره مليحه بالطبع باش تبان بالطبع بالطبع. رانا معكم على المباشر اللي على الصفحه الرسميه، رانا نقراو في تهانيكم وتمنياتكم تاني اليوم. بون ماشي اليوم، حنا كنا على بالنا اليوم اللي غزيطه تاع البيام، لكن راح يكون نهار الخميس ان شاء الله. بصح كنا مشدين في قلبهم، يقول لك اليوم غدوه اليوم غدوه. صح وشحال واعره هذيك شتي كي تستناي. اه وي كي تلحق دقيقه الاخرى حكي لي هذيك هذيك خلاص سيبو هذيك خلاص يروح كاع هذاك. الباك تاعي لو 20 نورمالمون 20 جويا. لي ريزولتا هو شوفي تقولي بزاف مازال بعيد، مازال بعيد شويه شهر كومام، مي دوك تمتم يجوز. اه وي خلاص ديجا غير فوتي تدخل جويه خلاص ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرحهم كامل ان شاء الله، وماشي نهايه العالم اسيا نورمال بيان سور تقعد اكسبيريونس ليهم. وكهنا نزيد المزهر فوالا. نبدا نطم في لاباط تاعي. مصطفى ميهوبي تقول لنا دير لنا لي تختلات بالكاس، ما عنديش الميزان ربي يحفظك ان شاء الله. بارك ان شاء الله نديرهم باسكو ميم في سوتنونس يسحقوهم شتي يديروا سكري سالي. باسكو شوفي اسيا في سوتنونس ماشي كامل يقدروا يديروا لي كاطو تراديسيونيل، ولا كاين اللي يديروا يعني كنت فريمون صغيره، من الاحسن نديروا لهم هكذا شويه لي سالي افكار فقط. وماشي غير زعما هذا لو تام هذا ما يجيش غير في لي كاطو تراديسيونيل هكذا، يجي ميم زعما في كاطو بريستيج هذوك. اي تقدري زعما تقدري صابلي ميم صابلي ديري فيه ديري فيه ماشي لازم ماشي لازم اللوز ولا ميم هذو ما نقدروا نديرهم بالكاوكاو، نعطيهم الطريقه تاع الكاوكاو. يعني المهم كما قلتي سوتنونس ولا ميم كميه صغيره برك تكفي زعما شي حاجه ديري في عرس ولا كيف فرح كبير. اه هنايا اني نطم فيها برك مانيش نعجم فيها لاباط تاعي. يلا مادام رانا نهضروا على لا سويتنونس، حبيت نوجه تحيه وحبيت نقول مبروك عليك ل عبد الملك الملك بسعود هكذا بسعود، ان شاء الله بصحه ولا هنا يعني سوتنا اليوم هو الحمد لله مونسيون بيان ان شاء الله. ربي يفرحك مزيد من التالق مزيد من النجاحات ان شاء الله يا ربي مبروك عليك. قبل الفرح واحد اخر ان شاء الله. شوفي اسيا هنا لاباط تاعنا كيفاش راهي بات طريه. انا شوفي كيفاش نعرفوا بلي لاباط تاعنا خلاص مش حنزيد لها الكميه تاع الماء ولا المزهر. انا هنا كنت استعملت مزهر وحده لانه هذا ماهوش غير مقاطع، يعني ماشي لازم نزيدوا له الماء. شوف هنا كي ندير هكذايا يعني هكا كره لاباط تاعي ما تشققليش. شوفوا كيفاش تجي، نعرف بلي لاباط تاعي راهي واجده. هنا ماشي لازم تبات ولا يعني تقعد ولا لو طون نروح ندير لافاس تاعي نجي نخدم الكعكات تاعي. ماشي لازم تريح يعني؟ لا لا ما تريحش هذه نعم. فهمنا. انا لافاس حديريها باللوز. ايه انا حنخدمها باللوز وما يخدموها واش عندهم شو البرك يدي. تيز برجر دعاء تقولنا انا حابين ندير لنا تيز برجر، انا حابين ندير لنا البيتزا سهله غدوه غدوه ضحكت ضحكت واحد الضحكه ما شتوهاش فرحت. غدوه ان شاء الله غدوه ان شاء الله تكون بيتزا من اسهل الطرق اللي بالك شفتوهم كاع في حياتكم. غدوه ان شاء الله غدوه ان شاء الله تكون ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو الو يلا انقطع الاتصال معليش نروحوا نشوفوا لافارس تاع الكيكات مع بشرى. فوالا وكهنايا نروحوا لافارس تاع الكيكات تاعنا. شوفوا هاد لي كاطو يبانوا لكم برك صعاب، مي هما سهلين فيهم صح لي زيتاب، فيهم باغ اكزومبل كيما الكعكات فيهم لاباط لافارس فيهم الطليه ولا ديكوراسيون، مي كي توغانيزيو روحكم ولا غير يعني توجدوها في وقت قصير وما تديكمش مجهود كبير. دوك هنا بالنسبه للوز ولا الكاوكاو، هنا بالنسبه للمكسر تاعنا
عندنا مكسرات يكونوا من الاحسن بلا قشور، كسوا جوز كسوا عفوا لوز ولا كاوكا، من الاحسن تحمصوهم شويه. هنا الا استعملتوا كاكاو من الاحسن تحمصوه شويه يعني زياده على اللوز، باسكو شتو يجي في هذيك الريحه والزيت هذيك. من الاحسن كما قلت لهم اسيا اشاك فوا نهضر لهم على الكاوكاو، الكاوكاو محشي واللي لوز، تقدروا ديروا هذاك العطر اللوز ولا، مي انا نشوفوا يدير لها شغل ريحه. من الاحسن ينشفوه كامل من هذاك الزيت تاعو، ومن بعد يحمصوه يرحوه كيما الحبه تاع الطعام. هنا الحلويات تاعنا كيما الكعكعات العرايش تشارك مسكر تشارك العريان، من الاحسن لافاس تاعك يكون المكسر تاعكم يكون رقيق، لو كان يكونوا خشان راهم رايحين يبسوكم فاسيلمون، يعني ميم با بالك يومين ثلاث ايام تحطوا دوكا سخانه هي راح تيبس لافاس الداخل، لا با تقعد طريه مي كي تعضي جو هذاك لافاس الدخلانيه تجيكم شغل فريمون معسل، ماشي معسل تجيكم فريمون شغل فريمون يابسه الداخل، يحسوها بلي فوالا يابسه. من الاحسن تبعوا لي زيتاب اللي نقول لكم عليهم، قلت لكم هنايا المكسرات تاعكم تاع الكعكات هاد لاباط نديروا بها الكعكات نديروا بها العرايش ونديروا بها الشارك مسكر. اللي تحب دير الطريقه اللي كنت درتها وحده تاع الشارك مسكر تقدر ديرها، اللي عندها كونتيتي كبيره ولا تقدر دير باس دير بها كلش، ما حش يعني لوكو راح يختلف شويه ما كي سورتو في التسكر، يعني كي تسكري الشارك ما حش يجي كيما كيما حديريه يعني في البطاليه. هنايا عندنا حوالي 800 غرام تاع مكسرات يكونوا مرحيين كيما الحبه تاع الطعام، عندنا حوالي 100 غرام تاع سكر عادي. هنا السكر عادي من الاحسن ترحيوه اشاك فوا، نقول لكم رحوا جيبوا كيلو سكر رحيوه ديروا هكذا في بواطه هكا بجهه، كي تحقي هذوما كي تحقي هاد لي فاس تخدميهم تسيبي لوز تسيبي عفوا السكر تاعك مرحي دو كوتي. انا هنا واش ندير، ندير الكميه تاعي تاع اللوز، وهنا هنا عندنا حوالي 800 غرام يعني كميه صغيره ماهيش ماهيش كميه فريمون كبيره. زيد معها حوالي 100 غرام تاع سكر، مية غرام تاع السكر لافاني، غرف صغيره تاع المارغرين وما زهر. فوالا اسيا كي تفهمني اسيا تفهم وراي تشوف في الشاشه راي تشوف الوصفه. نزيدو هكذا حوالي مغرفه صغيره تاع مارغرين، نزيدو ما زهر كنا خلط هاد المكونات كيف كيف ونطمها بالما زهر. هنا بالنسبه للاستيس ثاني اللي نديروها في الحشوه يعني في الحشو تاعنا باش ما تجيناش يابسه، هنا من الاحسن كي تخدموها خدموها شويه طريه، بعد لو طون اللي تخلوها تريح شويه خلوها واحد الساعه زوج سوايع تريح باش هذاك السكر هذاك يتعسل مليح في لافاكس. من الاحسن تخلوها تريح شويه، علاش كي تريح راح تمتص كامل هذوك السوائل وراح تولي يعني يعني حتعاود تحكم روحها، كي تشوفوها حكمت روحها زيدوا ديرها شويه تاع مزهر باش تلحقوا هذيك التكستور وتكونوا تحوسوا عليها. انا هنا ندير المزهر تاعي نبدا نخلط فيها هكا حتى نتحصلوا على عجينه. اسيا نفضلكم وين نفضلكم ديروا لنا حلويات سهله واقتصاديه تصلح نقدمهم للضيوف في الحج. في الحج كاين تاع تاع الحج هذاك زعما دوك لافيه صغار كتاع الكعبه شتي كلو كي درتهم لهم شفي لا ماهيش مزروبه بزاف ولا الى يعني مسحقتها هاد الايامات ولا تروح اليوتيوب لا ماهيش مزروبه تسنى بالك لا سيمون بروشان ندير لهم تام تاع الحج ان شاء الله باسكو راه الله يبارك هاد الايامات راهم بداو جينيرالمون حنايا ماشي غير يجوا الحجاج ندير لهم هذيك القهيوه ولا خلوهم يريحوا ايامات فوالا ومن بعد نديروا هذيك القهيوه ولا يسمى الا يقدروا الا مزروبه تشوف اليوتيوب الا عندها الوقت تقدر تسنى انا السمانه الجايه ان شاء الله ما نديرهاش في افكار هاي خلاص هاي قالت لكم وشفاو وهبلوها الا ما دارش السمانه الجايه فوالا يا اسيا يا قالتي قلتي انا شتي لك شنو قلت لك شغل صح نديرها وما درتهاش هاي قالت لي وعلاه خلاص خلاص بوجهه سمعي لنا عفوا يلا ان شاء الله ادعوا لي البنات يجيبوا الباك ان شاء الله ديروا لنا اكلات صيفيه على كل حال الاكلات راكم تشوفوا فيها كامل حتى الحلويات راهي صيفيه احنا حلويات اسيا احنا شوي باش ما نخرجوش من التام تاعنا يعني احنا تعودنا في البرنامج كل نهار يعني كل شاف واش دير انا اوتونكو هذه السمانه وهذه الايامات يعني كامل راهم حيكونوا ان شاء الله ايام تاع فرح في كل بيت جزائري حبيت يعني نواكب الحدث وندير لكم حلويات بهذا الاوتام اللي تعرف الله يبارك عليها ما شاء الله ان شاء الله بيزيدها اكثر واكثر اللي ما تعرفش ماذا بينا ان شاء الله نفيدوها يا لو كان يعني بنصيحه ولا اثنين ما من انسان اللي يعرف اسيا تلقاها تدي هكا فكره
يعني انا وحده تلقيني نشوف لا تيلي ولا هكذا دي فات تسويني ندي هكا ديزيدي وافكار ما زعما من لي ريزو سوسيو واحد قد ما يتعلم قد ما مليح يعني ما موصفات الكايكات فوالا ما موصفات الكايكات تكون درناها بليزيوغ فوا مي الخطا تعطيكم طريقه جديده يعني حتى تقدري تدي استيوس تقدري تدي فكره ان شاء الله تفيدكم كامل. هنا شوفوا الفاس تاعنا شوفي راهي فريمون طريه هنايا شوفوا كيفاش راهي راهي فريمون طريه هنا من الاحسن خليها تريح شويه انا من الاحسن خليها ساعه زوج سوايع باش نخدم بها حتى يعني تعاود تشرب لي كامل هذيك الكميه تاع السوائل وهذاك السكر نحسوه ذاب كامل يعني لافاغس تاعي تعسل. دوك هنايا شوفوا لافاغس تاعي واجده لاباط تاعي واجده دوك هنا نوزنهم ونبداو نخدموا فيهم. شحال وزن الوزن اه الوزن تاع صافي الوزن تاع لافاغس والوزن تاع لاباط تاع لاباط فوالا يعني هو حدير حتقولي ابوبخي 30 غرام 37 غرام 37 غرام اه ولا فاغس تاعنا 17 غرام ولا فاغس 17 يعني تحب ديرها هي هي كبيره يعني شوفوا فيها على الطاوله هي مليحه زعما ماشي كبيره بزاف وهذيك اللي انا شفت يعني كونتخ هذوما الحلويات اللي فيهم الطليه يكونوا كبار بزاف ديجا تلقاها من الطليه فوالا هذيك على الشاشه راكم تشوفوا الحلويات تاع اليوم الكعكات كما قلت لك يعني هما يقدروا كي زعما يصغروهم شحال ابيبخي يقدروا قد ديرها حتى ل 35 اه من 35 ماشي قل يعني هذا النورمال هذه 37 راهي هذيك شتي تاع اشافا كنت ندير عجينه ونسيي حتى لحقت الوزن تاعهم المثالي 17 غرام 37 لافاغس و37 غرام لاباط تاعنا لاباط عمركم ما تخلوها هكذا برك لازم تغطوها ببابي فين باش ما تنشفلكمش وكان هنا نبدا نوزن فيها تجيب برك تبيسي نحطوه هم كيكونوا يخدموا لازم تتغطى لاباط بشرى نعم لازم تتغطى باش ما نروحوا على ما اظن عندنا اتصال معنا اتصال لا مازال معنا اتصال الو 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 مساء الخير مساء النور بنتي اسيا وشراكي وشراكي الحمد لله انت لاباس والله غير الحمد لله الحمد لله شكون معنا معك ناديه من باتنا ولا ناديه من باتنا مرحبا بك فيك يعيشك ربي يطول عمرك وشراكم لاباس والله غير نحمد ربي وانتم الحمد لله عيدتوا بخير عيدنا بخير لاباس وانتم صحه عيدكم وتعيدوا وتزيدوا ان شاء الله بالهنا والفرح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحه تعيشي قولي لي ناديه انعم بنتي اش ماكي حابه كاش وصفه راكي حابه كاش ما تهدري مع بشرى تسقسيها والله يا بنتي الوصفات انني ما انا راني يقولوا مخضرمه في البرنامج هذا ملي كنت وانا نتبعو ملي كنت راني دوك كبيره راني في 64 سنه مازال نتبع البرنامج ومازال مازال نخدم عليكم ونتعلم منكم للفرق شحال قلتي 60 سنه 64 الله يبارك ماكي شوفي لافوا تاعك ما تبانش كاع تاع 64 لا راني في 64 وعندي الله يبارك 12 حفيد الله يبارك ما شاء الله رقم 13 البارح اللي نهني مو نتمنى لها الشفاء ان شاء الله سمات ويزن يتربى في عزكم ان شاء الله ان شاء الله وثاني بنتي وحده دات البارح لا ليسونس تاعها سمات ماشي لا ليسونس هي تخرجت الله يبارك ما لا طحتي معنا سوا سوا اليوم هلا ديري لنا الكعكعات تاع بشرى طحت مع الكعكعات تاع بشرى سوا سوا عليكم ان شاء الله يفرح كل ان شاء الله يفرح كل دار اللي يعقبوا الباك اللي يعقبوا البيام اللي يعقبوا السيزيام كامل 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 ان شاء الله ربي يفرحهم ان شاء الله يا رب غادي في كل دار ان شاء الله ان شاء الله نقدر نهضر مع بشرى تفضلي تفضلي يسمع فيك مساء الخير حبيبتي صباح النور بنتي وشراكي وشراكي كيف خير والله قبل من رمضان نحب نهضر معاك ومن قبل ومن وراء رمضان بغيت نهضر معاك وسيرتو قبل العيد يا عمري علاش كش وصفه حبيتيها تاع حلويات لا ما حبيتش وصفه بغيت نشكرك نشكرك يا عمري بزاف بزاف خاطر تشفيني بنتي انتي بالحمل ربي ان شاء الله يقدمك للخير وتجي وتتعبي علينا وتجي في السخانه هذه هذاك بليزير ولا غير هذاك بليزير حبيبتي بالعكس نفرح انا هي الحاجه اللي تخليني نحس روحي مريضه ولا والله هذا كان غون بليزير يعطيك بنتي ما تمناي ان شاء الله حبيبتي انا وياك ان شاء الله مبروكه عليك حبيبتي ربي يدوم الفرح ان شاء الله امين تربى في عزكم ان شاء الله ان شاء الله وسلموا لي على سميه بزاف بزاف وعلى ناديه وعلى طاقم الشروق كامل كامل كامل
يبلغ. شكرا لك، يعطيك الصحة. في أمان الله. شكرا لك بشرى بنتي، يسلمك حبيبتي، يقدمك ربي الخير يا رب أجمعين. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك حبيبتي، مع السلامة. نجاح كل نجاحات يعني ست نص. دونك كاين كيكات بعدنا، حلوة الثومة وحلوة الثومة ولا الثومة عجبتني صاحب الضحكي حلوة الثومة هي هكا يقولوا لها الثومة تقعد ثومة تقعد ثومة يا خلاص انا بديت شوفي اسيا من بديت نخدم الحبات تاعنا، انا شوفوا من الاحسن ننصحكم تخدموا بهذا اللومول بزاف هايل. علاش ممكن ديمو لي وها تقعد الحبه حاكمه هذيك لافورم تاعها وتجي حبه يعني شابه. عندنا هذا اللومول قلنا هنا بالنسبه للحشو الوزن تاعنا تاع لاباط عندنا 37 غرام لاباط. بالنسبه لهذا اللومول بالنسبه لافاس تاعنا عندنا 17 غرام. دوك هنا واش ندير؟ نحكم هكذا لاباط تاعي، نديرها بوده نفتحها، وهنا نجيب حلال من الاحسن نفتحوها رقيقه. علاش؟ باش تجينا دخل في تي، ما تجيناش كيما صابلي ولا يعني باش تحسوا بلي راكم تاكلوا في حلوات تراديسيونيل ماشي كيما لي غاتو الاخرين ساك. هنا من الاحسن لافاس تاعكم تدخلوها تريح باش تحكموا روحها باش تعاودوا تخدموا بها. انا راه غالب لي ذاك الوقت حبيت نوريكم برك الطريقه. وهنا شوفوا كيفاش نديروا هكذا بهذا الشكل. باش جينا الحلوه تاعنا فيتي لداخل، هنا كيفاش ندير؟ نحكم هذا الكوتي هنايا ندخلو لهنا، وهذا كوتي لهنا شوفوا بهذا الشكل. بعد نجيب لومول تاعي ونحط الحبه تاعي لداخل ونابي عليها باش تشد لافورم تاع لومول. هنايا هذا ماشي يكون الوجه تاعها، هذا راح يكون يعني القاعده تاعها، والوجه تاعها راح يكون هذا الكوتي اللي منها يعني حتجي بومبي وشابه. نزيد معكم حبيبه باش نروحوا للوصفه تاعنا الثانيه. نحطكم هنايا نفتحوها هكا على شكل مستطيل. من الاحسن تستعينوا هكذا بكوبات باش تخدموها بها تري بيان. ندير لافاس تاعي الداخل، ما نلحقهاش لهنايا باش ما تحرقناش من بعد هكذا، باش الحلوه تاعنا تجينا فيتي الداخل. شحال يقدروا يقعدوا هنا امولا؟ تقول لك شحال يقدروا يقعدوا هاد الكعكات يعني مده الحفظ؟ هيا قعدوا شحال يقعدوا زعما مده الحفظ؟ شوفي كيما هكذا زعما يخدموهم ويطيبوهم يحطوهم في دي بواط يغلقوا عليهم تري تري بيان، يخلوهم غير في لي بلاكار حتى لمده 21 يوم 20 حتى شوفي بخمس من زعما نقولوا من نهار حتى ل 20 يوم. تقدر تلحق حتى الشهر كي يكونوا يعرفوا يستحفظوا عليهم. مي بالطليه من الاحسن ما يطولوش بزاف الطليه يعني 10 ايام ماكسيموم، خصوصا دوكا الصيف تيبس شويه. يسمى من الاحسن يديروهم هكذا ويطيبوهم ويخلوهم بلا طليه كي يعني يلحق الضيف هذاك ولا يعني المناسبه هذيك يطلوهم يومين ثلاث ايام من قبل ولا حتى العظي. فوالا بهذا الشكل. هنا واش نجيبو؟ نجيبو دي كوردون نديرو هكذا يعني نواسهم شويه بلي كوردون باش الحبه تاعنا تتنفس. وكي طيب ما طيبش يعني جو هنا باش ما طلعناش الحبه تاعنا نثقبوها بلي كوردون ندخلوها طيب على 180 درجه غير تشوفوها بلي حمارت نحيوها. الا شفتوها بلي مخصوصه شويه حميره من تحتها عاودوا قلبوهم خلوهم يتحمروا شويه برك ونحيوهم. هنا بالنسبه للطياب تاعهم ما يطيبوش الصفر، بس كان يطيبوا الصفر وش يصرا لهم بعدها مراحين جو الكود تاعهم يتبدل. من الاحسن يطيبوا بهذا الشكل. شوفوا هناك كيفاش طابوا لنا شوفوا بهذا الشكل، راهم فريمون دوغي يعني لازم يكونوا دوغي باش ما مش كي يطولوا يقعدوا شابين. شوف ما كي يطولوا الكود تاعهم يقعد بنين. هنا الحلوه عمرهم ما يطيبوهم يعني صفراء ويخليوها، من الاحسن هكذا تكون دوغي. دوك هنايا نروحوا الوصفه تاعنا ثانيه بعد نروحوا للطريقه تاع الطليه تاع الكيكات تاعنا. هنا نروحوا الوصفه تاعنا تاع الثومه. جابت الجفنه جبتيها عادس. هنا واش عندنا؟ دوك هنايا بالنسبه لحلوى الثومه تاعنا عندنا لاباد داموند اللي هي عجينه اللوز. كاين بزاف ناس يغلطوا فيها، كاين بزاف ناس يقول لك نشروها من برا لاباد داموند. لاباد داموند برا ما راهيش لاباد داموند يعني راهي مخلطه وما تنجحش كامل بها الكفته تاعكم ولا الفاكهه ولا الثومه. من الاحسن نخدموها في صنع منزلي. هنا بالنسبه للوز تاع الكفته ولا تاع الفاكهه، هنا الثومه هي عباره عن نوع من انواع الكفته. يعني هنا بالنسبه للناس تقول لي اعطيني وصفه الكفته، هذه هي الوصفه تاع الكفته برك. هنا حنديروا اليوم النوع منها اللي هي الثومه. هنا بالنسبه للوز، اللوز هنايا نستحقوا هذاك اللوز اللي يكون فريمون مرحي الطب. هنايا
اللي تحب تخدمه في الدار، تحيه في الدار، عندها غوبو بروفيسيونيل ولا عندها الخاطر باش تقعد اشاك فوا تصير فيه حتى يولي بودغ، تقدر تخدمه. ولا عندكم يعني حانوت سبيسيال تشوف من عنده، من الاحسن يكون كونفيونس، شرو هكذا بودرة. انا كنت شريته هكذا يعني جاهز، مش منعيش بزاف معاه، ونوعية تاعو راهي فريمون هايله. دوك تشوفوا كيفاش يكون، شوفوا كيفاش يكون، يعني لازم يكون مرحب رقيق، بودغ لازم يكون هكذا بودغ بهذا الشكل. انا هنا عندي الكمية تاعي تاع اللوز، لوز دوك هنا نزيد معها الكمية تاع السكر غلاس. اسيا شوفي لي باكلي لي زانغريديون بالميزان. ها نحن شوفي لك لي زانغريديون بالميزان. وصفات يوم الثلاثاء، يلا كعكعات تم سوتنونس المقادير. الحشو خلاص، عجينة اللوز فيها 400 غرام تاع لوز بودرة، 200 غرام تاع السكر الرطب فوالا يعني النص. هنا شوفي اسيا، هنا لا بادامون جينيرالمون كاين اللي يديروا طون بور طون، يعني يديروا باغ اكزومبل رطل تاع لوز مع رطل تاع سكر غلاس. هذه راهي في لي نورم، يعني يا الناس يخدموا لي كوموند ما راهمش يعني ما مشي تريشي ولا يخدموا خدمه سوا سوا. بالنسبه للناس اللي تحب حلويات ما تكونش حلوه بزاف، ولا لا بادامون تاعهم ما تجيش حلوه بزاف، باسكو عندنا ديجا حشو حنديروه، تحب تقدروا ديروا يعني باغ اكزومبل رطل تاع لوز مرحي مع 250 غرام تاع سكر رطب، باش ما تجيكمش حلوه بزاف. هذه يعني هذه اختياري، ماشي هذه الوصفه الاصليه تاعها، هي الوصفه الاصليه طون بورتون. وكاين اللي يديروا باغ اكزومبل رطل تاع لوز مع 700 غرام تاع سكر كثر. انا هذه نحسها يعني انه حتزيد عليها شويه في الحلاوه، ولا بادامون تاعك ما حتحسي باللوز قد ما حتحسي بهذيك الحلاوه تاع السكر اللي حديرونجيك. الو هنا واش نديروا؟ نديروا قلنا هنا عندي واحد 400 غرام تاع لوز مرحي بودرة، راح نزيد له هنايا حوالي 200 غرام تاع سكر رطب، ولازم يتصير من الاحسن يتصير فوالا. ومن بعد نزيدوا له الجلوكوز، 400 غرام تاع اللوز بودرة، 200 غرام تاع السكر رطب ملون ابيض لافاني، الجلوكوز 30 غرام. لازم هنا الجلوكوز، جلوكوز لازم. دوك نقول لهم علاش نديروا جلوكوز. ناخذوا اتصال. الو 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 الو، مساء الخير. مساء النور اسيا، شاكي لاباس؟ الحمد لله، وانت لاباس؟ لاباس الحمد لله. شاكي فيا لاباس؟ ولا غير الحمد لله، الحمد لله حنونه. ايش كون معنا؟ ام محمد بن وهران. ام احمد بن وهران، مرحبا بك. يسلمك يعيشك. شلون ناس وهران؟ لاباس يعيشك، ولا غير الحمد لله. الحمد لله نعيشك الحمد لله. معنا اليوم شاف بشرى، رانا مع الحلويات التقليديه. انا لك عكاس، حبيت نسقسيها يعيشك، حابه نهضر معاها. اها تفضلي. مساء الخير. مساء النور بشرى. بشرى شراكي حبيبتي، صباك بخير؟ لاباس والله الحمد لله. شكرا. الحمد لله يعيشك. نسقسيك يعيشك على الحشو، قلتي ندير له زبده في الاول، على يقولوا لنا ديري، كي قريت انايا قالوا لنا ديري زبده في الاخر، خلي تريح العقدة تاعك، تريح كي تشوفيها ريحة ومن بعد لافا ديري لها الزبدة. والله ما فهمتك حبيبتي. انتي قلتي لافارس تاع اللوز. اه لافارس تاع اللوز. فوالا اي ديري كلش مع بعض، والزبدة كلش بيان سور، لازم ديري كلش مع الاول مع بعض حتى تعسل. قالت لي تاعي المعلمة تاعي. اه الزبدة ديريها في لافا. في لافا دونك سا ديبون. شوفي الا تقدري ديريها في لافا، مي كي ديريها مع الاول احسن. علاش؟ باش تعرفي شحال خصو لي، شحال خصو كميه تاع سوائل، فهمتيني؟ ايه نو قلت لي ديها لافا باش تقعد لك طريه العقده، تقعد طريه من هذه الطريقه، تقعد طريه. فوالا كل وحده طريقة تاعها. شوفي لي سونسيل يكونوا طرق ناجحين، هذا ما كان. اي سقسيتك بك حنونه. داكور اي ربي يعاونك. ماشي مشكل، شكرا ام احمد، يعطيك الصحه. مع السلامه. مع السلامه. يسلمك يعيشك. هنا نرجع لكم بشرى. هنا اسيا كنت زدت ملون ابيض بودره سول الخليط تاعنا باش يعطينا هذاك اللون ابيض في الكفته تاعنا ولا في الثومه تاعنا، كما يقدروا يديروها غير بال يعني يقدروا يستغناو على الملون الابيض. دونك هنا واش ندير؟ عندنا كميه تاع جلوكوز، جلوكوز ما يعرفوش يتباع هكذا في دي بواط هكذا. دونك هنايا كي توشيه يعني في الخدمه تاعو شويه واعره، دونك نوريهم كيفاش يقدروا يعني يخدموا به.
الوصفة راهي على الشاشة تاع كفتة السومة، راكم تشوفوا فيها على الشاشة. بالنسبة للمقادير وطريقة التحضير رانا نشوفوا فيها على المباشر مع بشرى. معايا نجيب شوية ماء. أخت أسير بأي شكل قد ميلاد الإهداء أعز بنت خويا مريم، يوم عيد ميلادها، ربي يطول في عمرها وينجح ولادها، من فضلك أسيا. يلا ليلى ساكوتي، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. هذا هو الجلوكوز. فوالا شوفي أسير فاش ندير يدي في الماء وندير لا كونتيتي تاعي تاع الجلوكوز هكذا باش تخدمي به فاسيلمون. 30 غرام. فوالا. هنا كنت درت شويه كميه زياده تاع اللوز يسمى دوبليت شويه لا كونتيتي. هنا دوك واش نديرو أسيا؟ هنا دوك نبدا نطم فيها ونلموها بماء معدني. ماء معدني. إيه إلا يقدروا برك يجيبوا لي أسيا نسيتها الداخل. اها. ماء معدني باش نطم به لاباط تاعي. دوك حنايا أو ميم تو نعاودكم شكون درنا فيها كامل لاباط تاعنا. قلنا حنايا بالنسبة لاباط داموند من الأحسن تستعملوا لوز بودرة تكون نوعية جيدة، سينو روحوا لوز تاعكم أبيض، روحوا في الدار وصفيوه دو منو غير هذيك لابودغ تاعو برك. عندنا هنا حوالي 400 غرام تاع لوز بودرة، حوالي 200 غرام تاع سكر رطب، من الأحسن تصفيهم بليزيور فوا. باش لاباط تاعكم كي تجوا تخدموا بها الثومة تاعكم ولا الكفتة ما تكسرلكمش تجيكم ليس. سيرهم حوالي مغرفة صغيرة تاع ملون أبيض بودرة ثاني نصيروه معاها، حوالي 30 غرام تاع جلوكوز. دوك هنايا نطموها بماء معدني. هنا بالنسبة للجلوكوز علاش نديروه؟ باش لاباط تاعنا تجينا معلكة تجينا بنينة ويعتبر حافظ لاباط داموند تاعنا. يسلم الأحسن الجلوكوز تاعنا ما نستغناوش عليه. كاين بزاف وصفات اللي يديروا فيها بياض البيض يطموها بياض البيض، أنا نشوفها أنه ماهيش صحية. من الاحسن نستعملوا هذه الطريقه تاع الجلوكوز تضايلنا لاطول مده. يعني كاين بزاف اللي يخافوا الكعك، عفوا يخافوا الثوبه تاعهم للكفته يعني يخدموها تخسر لهم. من الاحسن انتم واش ديروا؟ ديروا لها هذا المكون اللي هو الجلوكوز يعتبر حافظ باش لاباط تاعكم ما تفسد لكمش. لما سمعوني ما سمعوك ما تخافيش راهو جاي برك. الماء المعدني جبتك الماء نورمال باش نعاودو نشوفو التعليقات تاعكم. بشرى الجلوكوز انا كنت حنقول لك ماشي غير انا عباك، ماشي غير انا، راني تلميذه مجتهده انا. عندنا مخرج تلميذ مجتهد حتى هو وقعت قال لي باقا تنجح علاش الجلوكوز باقا تخلص او يجاوب فيك. جاوبت قلت ولا ايه رانا مركزين. شوفي الحلوه خاطيك شرا هنا مركزين معك. كنت حاسني راح لي السؤال مول سيليكون احمر. اه قالت لك اسكو نقدر نديرهم في مول سيليكون هذاك الاحمر؟ تقدر تقدر برك تصونهم 38 غرام بارابور لهذوما. اه يجوا كبار، يجي شويه كبير على هذا. اه 38 غرام. اه انا كنت نخدم بهم. بعدا تخدم بهذا ساهل، ديري 12 حبه وطيبي يكون عندك زعما ثلاثه اربعه راكي راح تصوفي روحك. يكون عندك لي كوموند كبيره. اه لازم وحده اللي تخدم هكذا لي كونتيتي كبار وبليجي يكون عندها يعني دوزان. لازم بالدوبل ولا تخيب، ماشي كيما وحده كي تخدم هكا في الدار تشري مول واحد يعني راح يكفي. اها بالنسبه لثاني سؤال واش راك تحس خصيكم هذوك كي طيبوا يتنفخوا هما الكعكات شويه علاش قلت لكم لازم يطلعوا شويه؟ اي هما يطلعوا شويه بصح من الاحسن تي دير لهم هذيك الكيوردون ثق بهم باش واش يصير لهم يعني يطيبوا نيفو ما يطيبوش شتي كي يطلعوا. من الاحسن يطيبوا كاع نيفو واحد. انا ندخلها مليح هذيك لا كونتيتي تاع الجلوكوز. يلا نشوفوا شويه من تعليقاتكم. دولي ان شاء الله نجيب البيام غوزي ان شاء الله. جيبي البيام وتجيبي الباك وتفرحي ان شاء الله. وكامل الناس اللي جوزت البيام واللي راهي تستنى لي ريزولطا ربي ينجحكم. هنايا بالنسبه للماء المعدني تاعنا واش ندير؟ نجيب هكذا. شوفوا ما حبيتش ديريكت ما به نخدم باسكو علاش قادره تجرى لي لاباط تاعي. هنا نزيد غير بالعقل غير بشويه باش لاباط تاعي يعني ما تهربليش لا تيكستور تاعها ونعشي نزيد في اللوز وكامل. احنا يعني ما كاش كميه محدده تاع الماء؟ لا لا حتى تنظم لاباط تاعك. وكيفاش نعرفوا؟ لازم شوفي اسيا لازم تقعدي تعجني فيها تخي تخي بيان باسكو قادر الماء هذاك تقولي خدعك تقولي ما زعما نطمت وهي تكون ديجا خلاص فوالا. وزعما وتصرى هكا يا زعما تهرب لهم لاباط ولا دو كميه تاع لوز ولا كميه تاع سكر كلاص. من الاحسن اللوز خير باسكو السكر كلاص حتجي حلوه بزاف. زيد هكذا غير بالعقل شوفوا ما تقلقوش عليها. المهم كي يكون عندكم لي كوموند كبار خدموا برطل برطل حتى تكملوا تكملوا لا كونتيتي تاعكم. شوفوا راني نعجن فيها تخي تخي بيان.
هنا شوفوا راكم تشوفوا فيها بلي ما يشمم يعني ما يشمل موما، مي شوفوا هنايا انا كياني نمس فيها نشوف فيها بلي خلاص بدات تنطم لي لاباط تاعي. زيد شويه تاع ما زيد غير بالعقل، والماء هنايا تهدر وتاكد انه لازم يكون ماء معدني. معدني من الاحسن معدني. من الاحسن يعني الماء الاخر قادره ما ت ما فوالا. فهذه هي للوصفه. بغيت نسقسي على ناباج، دور ناباج ماشي ناباج، هذاك الجلوكوز هذا ماشي ناباج، هذاك الجلوكوز يتشبه لو جو هكا في لابوات تاعو، مي في لا تيكستور ماشي كيف كيف. أسيا ديري لي ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد ماما، كل عام وهي بألف خير من هنا من ولاية الغواط، ربي يحفظها لك إن شاء الله هنا. وكي قلتي عيد ميلاد ماما حتى أنا نهدي تحية لأعز أغلى إنسان عندي في حياتي هي ماما. أكيد إن شاء الله عيد ميلاد سعيد ماما، نقول لك إن شاء الله ربي يحفظك لنا ويخليك تاج فوق راسنا إن شاء الله، وربي يحفظ جميع الأمهات، ربي يرحم كل أم توفت وربي يشفي كل أم مريضة. فالأم العام هي بخير أسيا إن شاء الله. شكرا إن شاء الله، شكرا تعيشي ربي يطول عمرها إن شاء الله إن شاء الله. ها بشرى نكملوا شوفي راهي، ها شوفي كيفاش راني ساعدتها غير بالعقل بالعقل حتى راهي نطمت لاباط عندي. شوفوا توما هذه اللي نشوف هي تاني فيها فيها فارس، فيها فارس فوالا، دوك نخدموها معاهم. هي لاباط بيضاء يعني الكولورون فوالا، هي ما كنتش درت لها كو ما كنتش درت لها كولورون، مي هذه شوفوا كيفاش جات لاباط انا كيفاش تكون. هنايا نعطيكم فيها النصيحه، من الاحسن لاباط دامون تاعكم زعما عندك كوموند ولا ما عندك مناسبه حبيتي ديري الحلوى وحدك في دارك، من الاحسن لاباط دامون تخدميها نهار يومين من قبل. علاش؟ باش هذاك السكر كلاص مع اللوز هذاك مرحي جو يتعسلو تخي تخي بيان، كي تجي تخدمي بها تسيبي لاباط دامون تاعك اون بات ليز، من الاحسن تخليها تريح نهار حتى يومين باش تجي تخدمي بها تفاصوني بها. ما من لاباط تاعك تخدميها وتحطيها في كونجيلاتور لو جور ميم ديري غير الفاصوناج برك هذا مكان، ودير لا ديكوراسيون تاعك تكوني وشتيها من قبل. دوك حنايا نغطي لاباط تاعي نحطها بجهه ونجو نخدمو لافاس كيف كيف. الخير اسيا، ممكن تقولي الشيف دير لنا تاع الخطوبه الكيك تاع الخطوبه ان شاء الله تم كان تاع الخطوبه ان شاء الله اللي تم تتفاصل تخلص الصيف، وقلنا لكم كنا وعدناكم ديجا هذا شحال بشرى الحكايه تاع اللي تم هذه، وراكم تشوفوا اليوم تاع لا سوتونس اسمنا الجايه تاع الحج ان شاء الله واللي موراها ان شاء الله اذا حيانا ربي راح يكون العديد من اللي تم. اختي تعيشي هذه الكميه تاع الكفته شحال تخرج من حبه؟ وشكرا ا ببري شحال تخرج من حبه هذه الكفته؟ هنايا شوفي هنا دوك صاليط شحال يوزنوها، كيما هنايا لاباط دامون تاعي وزنها 40 غرام، لاباص وزنها 30 غرام، بالنسبه لاباط دامون تخرج لنا حوالي نقول واحد 11 12 حبه بالنسبه 400 غرام تاع اللوز. السلام عليكم الشيف بشرى، بغيت نسقسيك المول تاع الكعكات اللي درتي فيه تقلبيه وتطيبيه ولا تخليه هكاك؟ نطيب به هكذا ما داك واش ندير، كي نشوفها بلي حمارت كامل حمار وكامل فليكوتي نجيب سنين واحد اخرى نقلبهم، ولا شفتهم بلي مازالو مداوش هذيك لا دور ندير لهم يتحمروا غير شويه بك من الفوق ونحيهم. يعني طريقته بزاف سهله، خلينا المول تاع السيليكون انا هذوما يعني شجع بهم بقوه. تقسي بشرى 400 حبات تاع بقلاوه شحال لازم لها اللوز؟ ماشي كاع ما نرجعو للدرس. حطيت لهم شوفي اسيانا باسكو نخدم بزاف لي كوموند وكامل على بالي واش من حاجه اللي يعني اللي يطيحوا فيها، يعني المشكل اللي يطيحوا فيه تاع ما يعرفوش شحال يخدموا لي كونتيتي كبار. انا اشاك فوا كي نخدم لي كونتيتي صغار نقول لهم شحال تجيب لي هذيك لا كونتيتي من حبه، وقلت لهم كيفاش يقدروا يعني يديروا الطريقه اللي يديروها باش يعرفوا شحال يعني ديك لاباط شحال تخرج لهم من حبه. والبقلاوه كنا قلنا لهم هذيك الطريقه تاع تضربي الطول في العرض تاع سنيوه تلقاي شحال لازم لك لوز وتلقاي شحال لازم لك سكر وشحال لازم لك فرينه، هذه يعني طريقه من الاحسن تعتمدوها باش تعرفوا شحال تخرج لكم سنيوه من حبه تاع بقلاوه. 400 حبه واحد جوج سنيوه تاع متر وسنيوه صغيره فهمتيني، باسكو سنيوه تاع متر تخرج لك واحد 150 حبه، ما جوج سنيوه 300 زيد لها سنيوه صغيره 50 تحقيت حقها فوالا ان شاء الله ان شاء الله. نكملوا توما
دونك هنا نروحوا للافاس تاعنا تاع الثومه. لافارس لافارس فوالا. لافارس اللي فيها بسكوي مرحي ماشي بسكوي. هنايا مادلان مادلان فوالا. مادلان ولا جينواز صح اسيا. والله شوفي من هالي بديت نحتمد هذه الطريقه تاع مادلان نشريه ذوق فاني نورمال ماشي تاع شوكو ولا. واللي حب الكفته الداخل ولا الثومه الداخل فيها لوغو تاع شوكو يقدر يدير مادلان تاع شوكو. انا توجور نحبها باللوغو تاع الفاني. عندي هنايا مادلان نرحي ماشي فريمون مرطب تخلوه هكذا شويه باش اما الداخل تجيب زربعه شويه هذيك لافاس تجي بنينه. عندنا هنا كميه تاع مادلان مرحي. علاش نحب مادلان باسكو يجي دوغي ويجي لوغو تاعو بزاف بزاف بنين. بالنسبه لكريمه الزبده راح نستعملها لهم انايا. عندنا هنايا كميه تاع فوندون وعندنا هنايا كميات تاع الزبده. هنا بالنسبه للزبده كنت قلتها لكم الموسم اللي فات هذه الزبده اللي نستعملها هنا في الكريمه الزبده هذه من الاحسن تكون هذيك اللي فيها النكهه تاع لاباني والجبيضه بهذا الشكل. هي اللي نستعملها انا نستعملها بزاف بكثره في هذه لي غوسيت تاع لي غاتو يعني في الكريمه الزبده اللي نستعملها بزاف في لي غاتو تراديسيونيل. عندنا هنايا حوالي 250 غرام تاع زبده تكون فيها ذوق لاباني وعندنا حوالي 250 غرام تاع فوندون يتباع ثاني في لي بواط هكذا يعني يتباع عند لوازم حول الحلويات تلقاوه راه كلش متوفر. مقادير الحشو على الشاشه راكم تشوفوا فيها بسكوي مرحي. هي كانت دارت تاع لافاني قلت لكم بلي درت تاع لافاني لكن هي تحب دير بو وحده اخرى يعني تقدر دير تاع ذوق الشوكولاته. فوالا فيها كذلك مكسرات محمصه ومرحيه. فوالا كريمه الزبده راح ديريها وحدها طلعها كيف كيف. هنا باك ما شاف اسكو جابت لي باك وحنا باتر عجبني كي تهضر في قلبها بشرى. حنا كاع نسمعوا فيها بصح تهضر في قلبها. يلا معنا كريمه الزبده اللي فيها 150 غرام الباتور او تما او هنا 150 غرام تاع الزبده 150 غرام تاع الفوندون مغرف صغيرة تاع الفانيلا والبندق والكراميل. هذيك اختياري يعني الحشو اللي نديروه داخل لافارس تاعنا. لازم تطلعي كريمة الزبدة باش تحطيها في باش نعني بها نضمو بها هذاك المادلان المكسرات. يلا لولا تقولنا سلام يعطيكم الصحة هدي لي كل تحياتي لبناتي كوثر بمناسبة التخرج ماستر 2 ترجمة بامتياز مع مزيد من النجاحات في حياتها. ألف مبروك ألف مبروك حبيبتي ألف مبروك الكوثر إن شاء الله مزيد من النجاحات. ادعي لي نجيب البيام أنا وأختي دعاء. تحياتي لكم من باتنا. تحياتنا كامل الناس باتنا إن شاء الله تجيب البيام وتفرحي وعيطينا وقولي لي أنا اللي درتي لي تحية من باتنا راني جبت البيام إن شاء الله. تولول لك بشرى زغرت لك تعرفي زغرتي بشرى أوي أوي بدون تردد أوي لازم. يلا طريقة الطهي في مول السيليكون نفس الطريقة جو بونس. طريقة الطهي في السيليكون على تعليقاتكم. شكرا شكرا على كامل تعليقاتكم الجميلة اهداءاتكم انا نقراو فيهم. اسيا دعوا لي نجيب بيام رشا رشيدة ان شاء الله نحبك بزاف اسيا وتحية لشيف بشرى ونقدم اهدائي اخي عبد الرؤوف. وقتاش راني نستعد بيام من فضلك عليت نهار الخميس ان شاء الله نورمالمون نهار الخميس ان شاء الله ابتداء بالك من 3 تاع العشيه ان شاء الله. تحيه لابنه اخي ريتاج العمراوي لحصولها على شهاده التعليم الابتدائي الله يبارك ان شاء الله بصحه ولهنا. راكم كثيرين موفيين ام اولادي شكرا ليك. سقسي لي الاخت بشرى جربت الثومه من قبل وما عرفتش علاش نشفت لي ان شاء الله باش تكمل ديرنا بالباتور ما بايش رضا الا نقدر نسقسيها ولا لا. لا قراي تعليقي ربي يحفظك اني نستنى باش نسمعوا. محمد صالح خلاص كملت بشرى قالت لك توما كنت درتها من قبل ما عرفتش علاش نشفت لي. دارت كانت دارتها توما هذه من قبل اه وقالت لك ما عرفتش علاش نشفت لي. سا ديبون لاباط واش خدمت كيفاش خدمتها لاباط سا ديبون لاباط واش دارت فيها الداخل. انت بس لاباط دامون كل واحد كيفاش يدير لها كل واحد كيفاش يخدمها. كاين اللي يخدمها بطريقه تاع الجلوكوز كاين اللي يخدمها بطريقه تاع البياض البيض. دونك هنايا سا ديبون
هنا من الاحسن اش قلت لكم تستعملوا جلوكوز. جلوكوز يخليها دائما مطاطيه، جو دي الاستيكي، دي بزاف هايله وما تجيش تكسر. شوفوا هنا لاباط تاعي يعني ما راهيش مريحه، هي من الاحسن تريح. شوفوا كي نجي نخدم بها لاباط تاعي كيفاش راهي، وتخدموا بها فاسيل ما مشيتلكمش كامل يعني ما تعذبكمش كامل في الخدمه تاعها. هنا لازم تغطى ثاني لاباط تاعنا باش ما توليش، باش ما تنشفلناش. نقدر نديرها بالكاوكاو والطريقه ما تغيرش. تقدر او كاين او يتباع كاوكاو مرحي بودر ديرها وديرها شويه لافاني. بصح قلت لك انا دائما حلويات هذوما اللي يجي فيهم بادامون ولا زعما قروط اللوز نحبهم باللوز. بصح اللي غالب تجيها كوموند بالكاوكاو لا تقدر تخدمها. بصح الحلويات الاخرى كيما الكعكات نقدروا نديرهم بالكاوكاو يجوا بزاف هايلين. دوك هنايا كل واحد كيفاش يشوفها. الحاجه اللي كيما قلتي اللي فيها اون بات تقدري تبدلي لها زعما تحطي لها كاكاو نورمال، بصح اللي تجي كومبلي هي ما فيهاش اون بات باسكو هي شخصيه بريفيرونس تقعد هكا. اسي هي واسمها لا با داموند، عجينه اللوز. كيما كي راكي تبدليها راح تبدلي كومبلي عجينه الكاوكاو تولي عجينه كاوكاو فوالا، يعني حتبدل حتبدل بزاف ماشي شويه. هنايا بالنسبه وعلاش ثاني ما نحبوش اللوز الكاوكاو اللي يجي من حي بودره، يعني نيفيتي لا با داموند تخدم به باسكو يتلق الزيت، يجي يتلق الزيت كيما كتكوني تخدمي فيها حتى تعذبك في الخدمه. انا دو بريفيرونس نخدم هكذا باللوز مرحي ونورمال، يعني ماشي لازم لا كونتيتي راهي بارك راهي تخرج. ممكن حتى ديرها لا كونتيتي ماشي لازم تما ديروا 400 غرام 200 غرام، تقدروا ديروا 400 ب 400 غرام سكر تخرج لكم كميه مليحه تاع لا با دامون، تقدروا تخدموا بها يعني ميم كونتيتي مليحه اللي يعني يقدروا يزيدوا في السكر نورمال ماشي تزيد فوق الحد. دير طون بوغتون هنايا نقص باسكو والفوني ندير حلويات ماشي حلوه بزاف، يعني دائما نقص لها الحلاوه. مي هما اللي حبوا يديروها يعني باش يخدموا بها لي كوموند باش تخرج فيها كوميم، دير 400 ب 400 ولا كيلو بكيلو هنايا باش تجيها ماي حلوه بزاف مليحه فوالا، وكونتيتي تكون مليحه. دونك هنايا الكريمه الزبده اللي كنت خدمتها معاهم هي من الاحسن تطلع بزاف، تولي فريمون بيضه وتولي خفيفه لا كريم تاعهم باش ما تجيناش فيها ديك الريحه اصلا. بهذا ماخ تاع ولا هذه النوعيه تاع الزبده اللي قلت لهم عليها، قلت لهم الزبده اللي تجي فيها الريحه تاع لافاني اللي تجي فيها لوغو تاع لافاني اشاك فوا نقولها لهم، هاي متوفره في الاسواق تجي بزاف بها بنينه لا كريم او بور. سينو تقدروا ديروها بالمارغارين ماني برك، ديروها كميه مليحه تاع لافاني باش ما تجيش فيها ريحه المارغارين. هذه بالنسبه لكريمه الزبده. دوك هنايا نجي نخدم معاهم لافارس تاع فوالا، نحي برك شويه تاع الكريمه ونخدم هنا. انا اتصال ناخذ اتصال مع بعض. الو الو شنا الو الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الانوار. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. وانت لاباس؟ لاباس الحمد لله. نتوما لاباس؟ فما كاع الشيفان والله غير الحمد لله. شكون معنا؟ معك يمينه من تلفزيون. نبيله يمينه. يمينه مرحبا بك يمينه، اتصلتي بينا ولا اول مره؟ أول مرة. أول مرة. مرحبا. رحانة بزاف من راني معاكم اليوم. مرحبا بك. مرحبا إن شاء الله ماشي آخر مرة. الله يسلمك. صحة عيدكم. الله يسلمك. كل عام بخير. الله يسلمك. ثاني انتي تعيدوا بالصحة. الله يسلمك. شو عم نسلم سان غاية قاعد مسلمين عليك. سلمي عليهم. يسلمك. يسلمك. معنا اليوم شاف بوشرانة مع الكيكات تاع لاسوتنانس. سلمي عليها بزاف وقولي لها نحبك بزاف بزاف. راهي تسمع فيك. مساء الخير حبيبتي واش راكي؟ حبيبتي واش راكي؟ لاباس عليك غايه، عيدكم غايه. ولا غير صافا الحمد لله، صحة عيد كل عام بخير. الله يسلمك صحيتي. واش راكي ديري؟ راكي مزهيتنا في الكوزينه الله يحفظك. يسلمك حبيبتي بلا مزيه. وربي يخلي لك بنياتك ان شاء الله. يسلمك حبيبتي ربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. كش ما كيحبك شو وصفها معنا؟ وكل شيء راه في كل شيء اللي راكي ديريه نعاودوا له، كل شيء مزيان كل شيء مليح. الله الله عليكم الفحلات. الله يعطيك الصحه انت الفحله الكبيره وركي تعلمي فينا الله يعطيك الصحه. بلا مزيتي حبيبتي بلا مزيه. يا ربي يعاونك ربي يعاونك. الله يسلمك الله يسلمك حياتك ربي يخليك. شكرا لك يا مينا، شكرا على اتصالك. نرجع لك بشرى. نرجع هنايا للحلوه تاعنا. قلنا هنايا بعد ما خدمنا انا هنايا في الثومه، يعني هنايا رحنا للغوصه تاعنا الثانيه خدمنا لاباط دامون كيما شفتونا خدمناها. من الاحسن تخلوها تريح باش لاباط تاعكم تجيكم امبات ليس، ويكون هذاك السكر غلاس مع اللوز يكونوا يعني تعسلوا فيما بعضهم، لاباط تاعكم كي تخدموا بها تجيكم سهله. وكهنايا يعني نخدم في لافاس تاعي تاع الثومه نفس الشيء، تقدروا ديروه مع الكفته هنايا برك. هنا نديروا دي بوده
نخدمهم نحطهم في الكونجيلاتور يحكم رواحهم باش نجيو نخدموا بهم. ثم تانا اللي تجي عليه مغروطات هذيك اللي تعودنا كامل عليها تاخذوا دوها في الاعراس تحكم. انا اليوم اختصت اني نديكم الثومه لانه الطلب عليها كان بزاف، كنتوا بزاف قلتوا لي ديري لنا كفته تاع الثومه ديريها لنا راهو جا الوقت تاعها. ماشي لازم بهذا التام يعني اي مناسبه عندكم تقدروا ديروها نفس الطريقه برك طريقه التزيين تبدلوها. دوك هنايا بعد ما درت لاكخام وبيغ تاعي كنت خدمتها درت 250 غرام تاع الزبده قلت لكم اللي تجي بيضاء تجي فيها لوغو تاع لافاني مع 250 غرام تاع فوندون راهو يتباع عند لوازم حلويات. راهو ميم كي تروحوا يعني اللي يبيع لوازم حلويات راهو هو يوريكم راهم يعرفوا يعني دوكا ما تحيروش كامل. درنا 250 مع 250 تقدر ديري شويه لافاني كيما تقدري تستغني عليها. طلعناهم كيف كيف حتى يولوا يعني خليط كريمي وتكون فريمون يعني بيضة هذيك الكريمه وتكون خفيفه. كنت رحيت لها كميه تاع مادلان ولا تقدروا ديروا جينواز في الدار تخدموها باش يعني الناس اللي يعني عندها الوقت وكامل تقدري توجدي دي جينواز وتخدميهم تحطيهم في الكونجيلاتور كي تحقيها خدمي بها هاد لافارس. طميتهم كيف كيف شويه تاع مكسرات يكونوا محمصين شويه تاع جوج شويه تاع لوز يعني غير حفنات برك صغار باش يعطونا لوغو. هنايا بعد ما طميتها من احسن لافارس تحكم تكون شويه طريه. هنا نوزنوها حوالي 30 غرام ولا باتانا نوزنوها 40 غرام. دوك انا هنايا ما وزنتهاش باسكو راني متعوده نخدم. راهي زوج ونص بشرة باش نحطك برك في الصورة كاين الوقت شفت شفتي قلت بالك شتينيش ما كملتش المول تاعك هكا عاد ما درتوش كاع وانا اللي نقول لاباط ما فتح بيت كملي عرفتك كيف اليوم لازم نعطيهم حميدة روابحية تقول لك كي نطيب في بلاطو تاع فور عادي يعني طيب طيب ولا لا الكعك عاد يعني ماشي لازم المول ولا لازم المول ماشي لازم المول المول يسهل علينا برك اسيا يسهل علينا ماما نقدر نخرجها حبه كيكعه شابه ومسقمه باسكو شغل تعودت عليها. مي بالنسبه للناس المبتدئين ولا الناس اللي عندهم دي كونتيتي كبار دي فوا ميم تكوني بروفيسيونيل بصح اسيا كي تخدمي 400 حبه حتى هي تسقمي فيها في السنيوه وتدخليها الطيب. من الاحسن حنا دوكا الله يبارك قلت لك كاين كلش بلادنا يعني راه كاين هذا الليمون بالك تشارك نقول لك نخدموا بيديك العرايش نخدم لا فورم بيدي بصح كيما الكيكعات الله يبارك راهم ليمون يخرجوهم كاع على حبه يعني تخدمي شوفي تخدمي بلاط وديري فيه 12 حبه بالك ديري دو بلاط وداخل الفوغ اللي عندهم لي فوغ كبار بروفيسيونيل ولا اللي عندها ما فوغ صغير طيبي ب 12 حبه يعني ما حش تشد لك وقت كبير بالعكس وتضمني انه الحبات كامل يخرجوا على حبه واحده يعني على تخافيهمش يجي وحده شويه كبيره بالك وحده تهبط. هنايا يعني نفضل بزاف هاد الليمون قلت لكم سورتو هاد الليمون اللي راهم توندونس هادو ما خير من الليمون تاع السيليكون اللي جامي شرات شري هادو مع نجاه وخلاص خلي روحها ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. دوكا انا هنايا اسيا ندير لافاس تاعي نديرها في كونجيلاتور تحكم روحها باسكو امبوسيبل نخدم بها هكا لازم تحكم روحها لازم باش نخدم بها الثومه تاعي. ها سقسي شيخ بشرى اذا نقدر ندير مزيج بين اللوز والكاكاو في عجينه اللوز وبارك الله فيكم جميعا. يعني تقدر دير مزيج ما نجيش صافي يا دير كاوكاو وحده يا لوز وحده كما يقولوا تسيب بهذاك الكاوكاو لو يتباع مرحي بودره سينا قلت لكم من الاحسن انا نحب يعني ماذا بيا الحلويات يجوا على اصولها وتكون ثاني حلوه بنينه باسكو علاش قادر ديري بالكاوكاو بودر ماذا تبدا تخرج لك هذيك الزيت تاعو ودوك السخانه المشكل كلش سونسيبل. من الاحسن تخدموا بلوز بودره ولا حبه تسيب معليش سيو بالكاوكاو بصح واش تعطيكم نفس الريزولتا اللي حتدوها في فوالا باللوز. هنايا دوكا اسيا نروحوا للطليه تاعنا. الطليه نسيتها على بالك هي سهله نقدر ما نشرحوها برك باش ندوزوا للكفته باسكو ماهيش فريمون حاجه. الطليه هذه طريقه تاع بكري جبتينا ولا طريقه جديده ماشي تاع بكري تاع بكري فيها بياض البيض. بالنسبه للطليه تاعنا تاع اليوم كانوا شافوها معايا من قبل مي معليش نعاودوها لهم نشوفوها ببخي شحال بقى لنا الوقت احمد راهي غير 25 معليش نقولها لهم غير 10 نخرج نقولها لهم برك ماشي لازم نديروا طريقه حبس كو شافوني بلوزور فوا خدمتها لهم. هنايا اليوم حبيت نركز لكم على لاباط تاع الكعكعات قلت لكم هاد لاباط ولا غير بزاف بزاف بنينه وثاني عجبتني باسكو فيها هذاك لو ميلونج اونتر سمن ولا مارغارين تجي بزاف بنينه وكيما على بالنا لي كونتيتي كبار وكامل الناس تحوس تخدم حاجه اقتصاديه باش تخرج فيها شويه. السمن رخيص ماهوش غالي بزاف راه متواجد بكاع الانواع تاعو في الاسواق يعني من الاحسن باش ديري هذاك ليكيليبر اونتر ما تخسريش بزاف وما ديريش حاجه ماشي بنينه يعني هذاك كي نديرو حنايا 125 غرام تاع مارغارين و 125 غرام تاع سمن يجوك بزاف بزاف بنان ويقعدوا طريين اطول مده يعني ما تخافوهمش يفسدوا لكم. هنا بالنسبه للطليه تاعنا حاجه الاولى الطليه تاعكم كي تخدموها خدموها من الاحسن تخلوها تريح حتى 6 سوايع
لازم تريح مليح، لازم فريمون هذوك الفقاعات تاعها كامل يخرجوا منها، باش كي يعني كي تطلع الحبه تاعكم تاع الحلوى ما تجيكمش من فوق في هذوك الفقاعات. دي فوا كي تشوفي حبه تاع الكاطو تاع الكعكعات ولا تاع العرايش شوفيها بلي الفقاعات تكون ماشي فيني ماشي ليس هذيك الطريه تاعهم. علاش؟ باسكو يخدموها من يخدموا بها ديراكتومو يطلبوا بها. ومن الاحسن الحلوه تاعكم تكون بارده يعني نهار من قبل، من الاحسن الكعكعات تاعكم ولا العرايش طيبيهم من قبل، خليهم يبردوا ما مخبز يعني هذه الطريه نقدروا نديروا بها كامل هذه الحلويات. من الاحسن الحلوى تاعكم قدكم تكون بارده يعني تخدموها من قبل تبرد، وبعدها وجدوا الطريه تاعكم في غرفتكم باش تخدموا خدمه نقيه. هنا بالنسبه للطريه تاعنا واش فيها كامل، عندنا اللي يحب الميزان يقدر يدير بالميزان 50 غرام تاع مازهر، 50 غرام تاع حليب، من الاحسن الحليب يكون نوعيه جيده طلب نصيفه كامل باش ما نخافوش هذاك الحليب تاعنا يدور، هو ممكن يعني حيطول ما حيصالو والو، من الاحسن حنايا نخدموه بنوعيه جيده باش يعني يضينا طول المدة. عندنا 50 غرام تاع مازهر، 50 غرام تاع حليب، 50 غرام تاع زيت، و50 غرام تاع عصير الليمون. عصير الليمون حبي يقول قارص عصريه نحيلو كامل هذاك الحبيبات تاعو وخدمي به، يعني تقدري تخدمي به الطلية تاعك. هنايا علاش نديرو كي تقول لك ندير غير جوج قطرات تاع قارص ولا الطلية حلاوتها كامل كي تكون فيها هذيك القروسية، هي اللي تجي بها بزاف بنينة والحلوة تاعك كي تاكليها ما تغمكش بزاف بالحلاوة. هنايا لاباس تاع الطريه تاعنا عندنا دائما هذاك الملون الابيض، ها هو فوالا ملون ابيض بودره. هنا ملون ابيض بودره من احسن نشوف نوعيه جيده في الاسواق، كاين هذاك تاع الميزان تقدروا تلقاو نوعيه مليحه، من بالميزان تلقاو نوعيه بزاف هايله. انا دائما ما يخطينيش ملون ابيض في الدار، دائما شي كونتيتي كبيره ونخليه كي زعما نجي نخدم طليه ولا لاباس تاع الطليه تاعي دائما تكون ملون الابيض. علاش؟ باسكو دي فوا كي نخدموها ديريكتومون نخدموها زعما حبيت طليه غوز ندير لها الغوز ديريكتومون ندير لها قطره تاع غوش وشي صرا تجيني شغل شويه شفافه، ومن بعد انايا ندير الطليه تاعي نديرها شويه شغل تكون شويه تكون بزاف عاقده، راح ديري كونتيتي كبيره في الحلويات تاعك. هنا من الاحسن انا ندير ملون ابيض، ملون ابيض يخليها ما تكونش كامل ترونسبارونت، ميم كي ديري الطليه تاعك تحسي بلي هذيك الطبقه تاع الطليه راهي رقيقه راهي فريمون رقيقه، ما تاكليش حلوه حلوه بزاف يعني حتجي بزاف تقهم. هنايا قلنا عندنا كيلا 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 تاع مازهر وعصر الليمون وحليب وزيت، ونزيدو لها مغرفه صغيره تاع ملون ابيض، هذه لا باز. ميم كي تكون واحد يديروا دي كولور اخرين، حنا ماذا بينا نخرجوا لنا لي كولور باستيل ماشي دوك لي كولور اللي يحقوا في العين، يعني كاين اللي تحب الكعكعه تاع ولا العرايش تام غارسون يكون بلو ولا تام غوز ولا ما اللي يحبهم اورانج ولا يجوا خفاف على العين ماشي دوك اللي يكون من المار هذوك، ما يجوش هذوك اللي فريمون قاصحين هذوك لي كولور، يعني البلون هو لا باز تاع الطليه تاعنا. واش نديرو حنايا؟ انا دائما نجيب قرعه قرعه صغيره يعني خلوها سبيسيال للطليه ولا نديرو فيها كامل المكونات السائله تاعنا ونزيد لها الكولور الابيض تاعنا نخلطها تري تري بيان، ومن بعد نجيب كيلو تاع سكر غلاس تاعي ولا زوج كيلو الطليه. ما كي تكون عندك كونتيتي كبيره زعما حطيت لي 400 حبه ولا عمرك ما ديري 7 كيلو تاع السكر وتعجنيها، ديري بشويه تغلبك اسيا، دائما يخدموا زعما بكيلو زوج كيلو من يدك حتعجنيها، ما زعما بيترا ما حشي يتحمل لك هذيك الكميه. هنا اللي عندها بيترا تعملها بالبيترا، دير بالبيترا وتخدم بلوكا مش عارفه اسكرا. وهنايا الكا هذا الكروشي الكارا شفتونا خدمنا به بليزيوغ فوا، شفتونا كل ما نخدموا يعني نوريكم لكم يعني لي بياس تاع البيت خمس فوالا تجي فيك شغل كا فوالا. هذاك علاش تخدموا به؟ باش يعجن لكم الطليه تاعكم وين شغل يخرج منها كامل هذوك الفقاعات. سينو تقدروا تعجنوها بيدكم، جيبوا هكذايا جفنه ولا ديروا فيها سكر غلاس تاعكم، هذاك السوائل كامل اللي فيها من داخل ثاني ملون ابيض خلطوهم تخي تخي بيهم، بداو زيدوا بالعقل وبداو تعجنوا فيها غير تعجنوها وتلحقوا لا تيكستور تكونوا انتم لحقتوا ليها. كيفاش تعرفوا بلي سي بون الطليه تاعكم راهي واجده؟ كي ديروا الخليط تاعكم يعني ترفدوا كامل ديك الطليه تاعكم تشوفوها بلي راهي يعني ماشي خط قباله، يعني الخط هذاك يكون يتقطع تعرفوا بلي الطليه تاعكم راهي واجده. نغطيها بفيلم اليمونتير ولا بدي ساشي بيان سور يكونوا نقيين، نغطيوها نخلوها تريح 4 5 سوايع. علاش؟ باش هذوك الفقاعات كامل يخرجوا منها. نجيب يعني غرياج ولا هكا سنيوه كبيره ونبدا نطلي فيهم كامل، نحيلهم كامل ديك الطليه الزايده، ما تخافوهاش هذه الطليه يعني في سوايع 4 سوايع راح تنشف معاكم. غير تنشف نجيبوا ملون عفوا هنا لونا كري بلون دوغي ونواسهم الفوق يعني بانس. وانا عندي هذا سبيسيال دايرت له لا فوالا خيروا هكذا بانسو يكون شباب. علاش لازم يكون شباب اسيا؟ باسكو هنايا كي نخدموا بلي بانسو يكونوا نوعيه جيده ما يطلقش هذاك شتي الشعيرات تاع البانسو هذاك ما يطلقش، لازم يكون سبيسيال. من الاحسن يكون سبيسيال ويكون حاجه يعني جديده خلوها سبيسيال لي بانسو. انا عندي هذا لي بانسو بالك قرب عزاز عليا تاع كاطو مخبيين تاع الكاطو. اه وي لازم فوالا
هنايا قلت لكم دهنوهم هكذا من فوق ولا ديرهم شويه هكذايا، تعملوا لون ابيض هنا بلون دوغي هذا هذا الناكري يعطيكم ديك لا كولور اللي بزاف شابه. ومن بعد على ديكوراسيون هنايا ديروا على حساب لو تام اللي تكونوا حديروا نتوما. انا هنايا كنت درت هذوما اللي راهم توندونس، لصقناهم بشويه تاع غليكوز، انواع انواع في الاسواق صح بزاف، كل خطره خرجوا لنا حاجه جديده سي، وهذه تسهل عليهم، هذه تسهل بوكو بليس. خلينا بكري ديري هذيك، لازم ديري لاباطا سوك وخدمي وخميها وتسقميها وتصبغيها صح صح. مام هذو اشياء يتباعوا في الاسواق يعني جاهزين، هذو مال لي شابو كيما يقدروا يديروا عجينه السكر ويديروا هذوك الليمون تاع لي شابو ويخدموهم. اسيا نقول لك حاجه، ولا غا يخدموهم مام مشاريع هذوما، هذوما ان شاء الله ما يفهم يفتح نقولها لك، هما يقدروا يديروها فوالا ام يخدموهم يعني تبيعهم بلي بواط بال باللوغو تاعهم يخدموهم ان شاء الله بربي ندير لهم كنت وعدتهم بحصه خاصه بلي موتيف ولي فلور ان شاء الله نديرهم لهم نعطيهم كفكره. قلت لك انا بعد ما تنشف الطليه تاعنا نجيبوا شويه تاع جليكوز ديك توريته لكم، دير يعني بكيور دون برك ونبدا نلصق في لي موتيف تاعي والحلوه تاعي تكون جاهزه. هنا برك قلت لهم يعني اليوم بازيت لهم بوكو بليس على لا فارس وعلى لا بات، وعطيت لهم طريقه تاع الطليه بالنسبه لك هاي قاعد نعاودو نروحو الثومة. قبل هذا نشوفو برك طليا المقادير تاع طليا فقط على الشاشة من فضلك أحمد. إلا كاين هما على كاين هذه بالنسبة تاع الكعكعات، بالنسبة للمقادير تاع طليا اللي فيها 50 غرام تاع مزهر و 50 غرام تاع الحليب، 50 غرام تاع الزيت، 50 غرام عصير الليمون، مغرف صغيرة تاع مولوين. هذه هي بالنسبة للمقادير اللي راهي على الشاشة، خلوها عندكم سكر طب. شكرا. والسكر طب نعاود نولو بشرى للثومه هكا فوالا. هنا نوزنوا لاباط تاعنا 40 غرام، كاين اللي يحبوا يوزنوا حتى 50 غرام. 7 دقائق بشرى اي خليك يكفو يكفو الوقت خلاص خلاص خاطر سي جامي تحبي تكملي خلاص زيد حبات بشرى لا 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 فارس لازم تجمد شويه باش نقدر نخدم بها. ايه لا فارس صح حطيتيها في الكونجيلاتور باسكو علاش كنخدم بها هكذا ما تدخل لي ما تساعدنيش فوالا. هنا نوزنو لاباط تاعنا لاباط دامون تاعنا قلنا 40 غرام حتى 50 غرام، 40 حتى 50 يقدروا يديروها 50 غرام، تحب حبه تكون شويه كبيره صح، هي فيها ديجا السكر يسمي الاحسن ما يديروهاش صغرها خير فوالا. باش نقدر نعوض المادلين بشرى تعيشي الى بالكاطو تاع الحانوت جينواز فاني جينواز جينواز ماشي بيسكوي ماشي بيسكوي هذاك اللي ماشي لي بيسكوي فوالا ماشي بيسكوي تاع لازم هنايا جينواز من احسن جينواز ولا مادلين يعني هذيك لا تيكستور اللي راح المادلين اها فوالا. نبقى نشوفوا لا فاس تاعنا لحمت راح شويه باسكو الملون الابيض ما ينشفش الطليه. سمعت واحد الشيف قالت ملون ابيض ينشف الطليه، اسكو الملون الابيض ما ينشفش الطليه؟ العكس العكس العكس. الطليه انايا كيما البارح كنت خدمتها زدت سوايع كانت تحك مع روحها هي دي فوا يسمعوا برك وما صح معليش تجربوا ما كي يسمع. انا نحب نجرب هذيك الحاجه ولا غلطت في كونتيتي صغيره خلي يعني نقعد داي فكره غلطه على هذيك الحاجه غلطه فوالا. هنا شوفوا نفتح لاباط تاعي هنا لشتوها تلصق شويه ولا جيبوا شويه تاع مارغارين هكذا زعما شويه نعطيكم كفكرة فقط. جيبوا شويه هكا تاع مارغارين ديروها هكذا في يدكم دهنوا بها شويه يدكم وبداو تفتحوا فيها. انا على فحص تاعي مازال ما حكمتش روحها هي من احسن لافاس تكون حاكمه روحها تاعي نسعفها شويه تكون هنا من الاحسن لافاس تاعكم تكون فريمون حاكمه روحها باش نقدر نخدم بها فاسيلمون لاباط تاعي. شوفي اسيا عندهم لافاس لازم تكون حاكمه روحها باسكو تخرج شوفوا الخطا اللي قادرين تطيحوا فيه. انا توجور نحب هكذا يعني نوريكم مام هاد لي فوت باش ما تطيحوش فيهم. علاش تقعد تخرج لنا هكذا من لاباط تاع الذمنا وما تجيناش الحبه تاعنا فريمون ليس هنا لا غالب لضيق الوقت يعني باش يشوفوا الطريقه فقط ومن بعد الشكل النهائي راح يشوفوه اكيد على معليش نقدر مام هكذا نوري لهم باش ما نخسر لهمش برك الحبه نقدر مام هكذا زعما نوري لهم الحبه كيفاش نشكلوها باسكو دوك انا حين التشكيل قلنا حنا واش نديروا نفتحوا لاباط تاعنا نديروها داخل لافارس من بعد واش نديروا نوريكم طريقه تاع التشكيل تاعها. انا هنايا نديروا بلي درنا لها لافارس لداخل وخدمناها دوك هنا واش ندير
نجيب لو ناكري بلون دوري، نجيب بانسو تاعي ندير لها كامل هكذا من الفوق، ومن بعد باش نجي ندير لها الشكل تاعها. يعني ديري قبل الناكري باش تشكليها، باش نشكلوها فوالا. هنا الحلوه لازم يعطوها حقها اسيا، كيما قلت لك يعني كي يخدموا لافاس يحطوها مام يومين ثلاث ايام من قبل، راح تجيهم الخدمه بزاف سهله. هنا شوفوا دوك نجيبوا هاد لي ستيلو، يتباعوا هاد لي ستيلو في الاسواق، يتباعوا يعني باكي في بزاف في بزاف لي موتيف. هنا استعمل هاد لو موتيف، سينو خدموه يعني بالظهر تاع الموس، راح ديروا هذاك الشكل. دوك هنا واش ندير؟ ندير هكذا ومن بعد بهذا الشكل نزيد ديروا الشكل تاع الثومه شي حتى لتحت يعني، ومن بعد ندير لتحت. زيدي تكملي فوالا. هذا الشكل شفنا بلي شويه ناكري مازال ناقص، ندير لها شويه ناكري ومن بعد نزيد نسيي معاهم حبه واحده اخرى. هاني سايكم بلا حشو باش ما تخرجيش من الحشو، باسكو الحشو راهو مازال ما حكمش روحو. نحكم توجو هذاك لو ناكري بلون دوغي، ولا با تعرف فاش راهي ما تشقق ما والو. ندير كيف كيف لو ستيلو تاعي هكذا ومن بعد بهذا الشكل، دير هذاك الشكل يعني هذوك البراش تاع الثوم هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي. نجيب هنا شويه جلوكوز باش توجدوا هذوك لي موتيف تاعكم. نحكم هكذا شويه جلوكوز، ندير هذه الورده، ندير لها هكذا تحت شويه جلوكوز. وندير الحبه تاعي هكذا. هذه هي حتى شوفي الديكور بين الكعيكعات والثومه هذه ديجا مغاير فوالا. هاني نشوف ديكور اخر هكذا، والحلوه تاعكم تكون واجده، ديروها في الكيسات هكذا باش تعطيكم شكل جامع على خير، وتكون واجده الحلوه تاعكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، نورمال تقدري تخليها دون اون بواط، تغطيها تري تري بيان باش مادام ما تنشفلكش هذيك الطبقه، تشدكم حتى 15 يوم ما تخافوهاش. علاش؟ باسكو لا كريم اوبيغ تاعنا خدمناها بالفوندون، الفوندون يعتبر حافظ يعني لافاخ تاعكم ما تفسدلكمش، ولا با تاعنا خدمناها بالجلوكوز اللي يعتبر ثاني حافظ، يعني ما تخافوش كامل عليها، تشدكم حتى 15 يوم مام في السخانه ما تخافوهاش. برك كان جاوبوا على ام مؤيد قبل ما نروحوا فاصل، قالت لك بشرى الا نقدر نبدل الفوندون بالنيسلي. لا لا لازم فوندون، كل واحد كل واحد والدور تاعو والدور تاعو فوالا. من الاحسن لو فوندون، الفوندون هكا مكتوب فيه فوندون يشبه بخاص كيما تقولي طليه، تقولي طليه بيضاء. برك هو يعتبر حافظ كي نخدموا به لا كريم اوبيغ تاعنا، احسن من ان نخدموه بسكر غلاس. هنايا تقدر تبدلوه بسكر غلاس اسيا، فوندون تستبدلوه بسكر غلاس، بصح ما حش تطول لهم لافاخ تاعهم يعني ثم فهمت ما حش ضاين بزاف. هذا ما كان يعطيك الصحه بشرى. درنا لهم الطليه لافاخ ولا بات، ان شاء الله يكونوا استفادوا منها بهذا الديكور تاع النجاح. وكنا درنا لهم حلوى الثومه اللي هي لاباس تاعها لابا داموند، نقدروا نديروا بها لي فخوي الكفته. وقلت لكم اليوم الثومه هي نوع من انواع الكفته. ان شاء الله يكونوا دونوا التفاصيل هذوما والاسرار، ان شاء الله ربي يوفقهم كامل ان شاء الله. وان شاء الله كامل كل واحد عنده بيام عنده باك عنده يعني جوز امتحان، ان شاء الله ربي ينجحوا. انتم مشاهدينا قعدوا نتلاقاو غدوه ان شاء الله، قعدوا دائما اوفياء البرنامج، نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع بشرى ووصفات جديده، غدوه راح يكونوا مملحات.